مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب برحب بيك يا دكتور اشرف اهلا بيك اهلا بيك يا بيتر اهلا وسهلا بيك حابب اذكركم مشاهدينا انه النهارده احنا بنكمل سلسله دراستنا في سفر التكوين النهارده عندنا موضوع شيق النهارده رابع موضوع في دراستنا في سفر التكوين عن موضوع مهم جدا لا يقل اهميه عن الموضوعات السابقه أسيس أشرف النهاردة هيكلمنا عن شخصية هامة جدا هي أول شخصية في الكون حسب ما الكتاب المقدس بيقول لنا لكن في تساؤلات حول أراء مختلفة هل آدم هو شخصية تاريخية؟ هل آدم هو شخصية حقيقية بالفعل؟ هل آدم أول إنسان؟ أم كانت هناك خليقة أخرى لا نعرفها قبل آدم؟ كل هذه التساؤلات وكل هذه الإشكاليات سنعرفها من دكتور القس أشرف عزمي. أسيس أشرف احنا قدام شخصية مهمة جدا تهمنا لأنه موضوع الخلاص كمان مرتبط بيها وهنشوف مع حضرتك في خلال الحلقة مش بس بننحاز تجاه شخصية آدم اللي النهارده بنتكلم عنه بس علشان نثبت ان هو كان شخص تاريخي حقيقي ولكن ان احنا بصدد موضوع مهم كبير يخص الفداء والخلاص ومجيء حكاً. ربنا يسوع المسيح هنا هو احنا حطينا عنوان لل.. للحلقه دي قلنا ادم شخصيه تاريخيه ام اسطوره رمزيه و <applause> على مدى التاريخ من اول ما كتب سفر التكوين وكل معلم اليهود و الكتاب والشراح اليهود وحتى الرب يسوع والرسل الأولين والكنيسة الأولى حتى القرن عشر الكل متفق على أنه آدم شخصية تاريخية ما فيش حد شك أبدا أنه آدم شخصية رمز أنه في تاريخية آدم كل كان عارف أنه آدم شخصية تاريخية لكن مع بداية القرن الحديث و ونظريه التطور وفكره انه الانسان اتى من شيء ليس مباشره من الله. سواء انت كنت بقى يعني متطور بتؤمن بالله او متطور مش بتؤمن بالله لانه لو انت بتؤمن بنظريه التطور والله مش بتؤمن به فانت بتؤمن انه الانسان جاء من من العدم يعني والخليه تطورت لوحدها نتيجه ظروف ونتيجه ضغوط ونتيجه اشياء كانت موجوده وخدت زي ما قلت الصدفه والزمن والماده هم اللي عملوا الثلاث الخليه الاولى. وبعدين اذا كنت انت بتؤمن بقى بالتطور وبتؤمن بوجود الله فانت عندك مشكله لانه الكتاب المقدس بيرجع لنا ادم الى فتره محدده زمنيه وانه ادم هو يعتبر اول انسان بحسب القصه الكتابيه. فأنت بتؤمن إنه عمر الأرض ملايين السنين، فبالتالي أنت حا... بتحاول إن أنت تجد حلول، كويس؟ إن أنت حلول دي للفكر والنظريات العلمية، بس في نفس الوقت أنت ما عندكش ما عندكش مانع إن أنت تدمر القصة الكتابية في سبيل إن أنت تقول إنه الاثنين ممكن يمشوا مع بعض، كويس؟ يعني يعني في في هنا في هنا مشكله كبيره م. وبدات فكره تاريخيه ادم من زي ما قلت مع نظريه التطور م. وبعدين طبعا مع الفكر الليبرالي الحديث وبالاخص مع كالبرت بارت وده لاهوتي كبير قوي وايميل برونر وده الواحد اللي جه برده تبعه بنسميها المدرسه الارثوذكسيه الحديثه النيو ارثوذكس يعني ايه نيو يعني هو هو تربى في مدارس ليبرالز وكان المفروض يبقى لاهوتي ليبرالي كبير لكنه رفض الافكار الليبراليه وحب يرجع للكتاب المقدس لما رجع للكتاب المقدس لم يرجع للكتاب المقدس كاملا كاملا فبالتالي اطلق عليه الارثوذكسيه الحديثه من ضمن الحاجات اللي قالها بارت وقالها برونر ان احنا مش لازم نتمسك بتاريخيه ادم ادم هو مجرد مثال او مثل آه آه لكنه ليس هو الأب الأول للبشرية وليس هو شخص تاريخي فإحنا مش لازم نتمسك بتاريخية, بتاريخية آدم طبعا في أشياء أخرى مرتبطة بكارل بارت بس مش آه فيها آه. لكن أنا بس مرتبط بالأشياء الخاصة بالحلقة النهاردة دي بتاريخية طيب. تاريخية آدم طيب خلينا, خلينا نبدأ في الأول دكتور أشرف بالاعتراضات اللي بيوجهوها ضد تاريخية آدم آه وبيثبتوا عكس كده اوكي من خلالها طبعا يوجد عده اعتراضات آه حبيت احط الاعتراضات دي كلها ورا بعض فقلت اول اعتراض انا هقول الاعتراض وبعدين هقول الاعتراضات كلها وبعدين هنتكلم عن يعني لو شوف لو في ردود ليها او لا اوكي فضل. فاول اعتراض عندهم بيقول ان الكلمه العبري اللي هي مترجمه ادم ممكن تترجم الانسانيه كويس يعني لو احنا مثلا رحنا الى وقال الله نعمل الإنسان كلمة إنسان هنا في النص دون في تكوين واحد ستة هي كلمة آدم يعني آآ آآ بيأمر ألوهيم ناسا أدم. آدم فكلمة آدم اترجمت بالإنسانية فبيقولوا آدم ليس شخص ليس اسم علم لكنه يرمز إلى الإنسانية كإنسانية وفي نفس الجزء برضو فخلق الله الإنسان كلمة إنسان برضو هي أدها أدما نفس الكلمة اللي جاية منها كلمة أدم فهم بيبنوا على الاستخدام ده كويس انه بما انه كلمة آدم ممكن تعني الانسانية فبالتالي الاشارة في الكتاب المقدس الى آدم ليس الى آدم التاريخي بل الى الانسانية كانسانية انا هتكلم عن الجزء ده بالتفصيل بس انا حبيت ده الاعتراض الاول كويس الاعتراض الثاني الاعتراض الثاني هو فكرة أي حاجة فوق العقل لا تقبل فهو عنده مشكلة أن الحية تتكلم فكرة أن تتكلم الحية وتتحاور مع حواء لا يمكن أن تؤخذ حرفيا لابد أن تؤخذ مجازيا ده فكرهم احنا لازم ناخد الحوار ده ما أنه في حية بتتكلم مع حواء كويس هو 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 كمان مش بيؤمن بحواء انها يعني شخصيه فبالتالي منفعش ما ينفعش الحيه تتكلم مع الحواء فهو علشان يحل المشكله دي قال لك ده حوار ده فكره مجازيه وليس حوار تاريخي لانه ده مش تاريخ واضحه الفكره طب يعني حضرتك قلت لنا ان هم بيقولوا انه ادم آه يعني الانسانيه وليس انسان آه. ادم م. طب حواء بالنسبه لهم تعني ايه هي ما هو خلق الله الانسان رجلا آه. وذكرا وانثى فالاثنين خرجوا من الانسانيه برضه. الانسانيه آه. كويس فهي فكره ان تتكلم الحيه وتتحاور مع حواء لا ينبغي ان تؤخذ حرفيا انا كان في مره حوار ظريف بيني وبين احد الخدام وبعدين هو بيفرق بينكر تاريخيه يعني التكوين من واحد ل 11 ف جه عند الجزء ده وقال لي يعني انت بتؤمن انه الحيه بتتكلم قلت له وأمن كمان إن الحمار يتكلم وأمن كمان إنه يعني فقال لي كمان بتؤمن إن الحمار يتكلم بتاع بلعام قلت له آه فهو نظر الي على إنه يعني يعني أنا جاي من معاصر الحجري يعني يعني ما دام أنت بتؤمن بالحاجات دي يبقى أنت يعني عايش بالأساطير يعني دي كلها في نظره حوارات مجازية لا ينبغي أن تؤخذ حرفيا الاعتراض الثالث القصة بيقول لك بيقولوا لك انها تحمل عبارات مجازية كثيرة واسلوب كتابتها والاسلوب الشعري وليس التاريخي. القصة فيها عبارات مجازية اه فيها بعض العبارات لكن وجود عبارات مجازية لا يلغي ابدا تاريخية القصة. يعني اتكلم عن الجزء ده، لكن كمان المرة اللي فاتت اتكلمنا انه القصة او الرواية الكتابية مكتوبة باسلوب قصصي. كويس؟ ممكن يكون فيها عبارات شعريه مثلا زي ما ادم قال هذه عظم من عظمي ولحم من من لحمي هذه تدعى امراه لانها ده جزء ده دي قصيده لكنه الحوار نفسه القصه كلها من اولها خلق الانسان وادم وحواء الى اخره دي مكتوبه بطريقه قصصيه تاريخيه وقلنا المره اللي فاتت اتكلمنا ال 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 عن الاسلوب القصصي او اسلوب كتابه التاريخ بالقصه باسلوب قصصي في سفر التكوين واتكلمنا عن الجزء دوت تمام وهتكلم عنه ايضا ب... باستفاضه الاعتراض الرابع وهو بيقول لك وجود تشابه بين قصتي الخلق والطوفان مع اساطير شعوب ما بين النهرين فبالتالي الجزء ده يعتبر اسطوره رمزيه زي ما موجود في الاساطير البابليه القديمه زي انوما اليش وجلجامش الى اخره فده جعل البعض يرفض تاريخيه ادم وجود هذا التشابه بين يعني هو كل الفكرة عندهم ان وجود هذا التشابه لكنه ما تكلموش ابدا عن وجود التناقض الرهيب والاختلاف الرهيب ما بين القصة الكتابية وما بين الاساطير البابلية واتكلمت عن سبع اختلافات اساسيين اللي الحلقة اللي فاتت بيأكدوا لنا على ان النص الكتابي ليس اسطورة كتابية يعني اللي حابب يرجع لها يرجع الى الحلقة أكيد. الماضية الاعتراض الخامس والاخير هو نظرية التطور في بالهم نظرية التطور انه الادعاء ان الحياة بدأت وتطورت بصورة طبيعية من مواد غير حية موجودة سابقا تحت تأثير قوانين الطبيعة من دون أن من دون تدخل من أي قوة فوق الطبيعية وبعدين مواد تحولت إلى خلية والخلية تحولت إلى سمكة والسمكة تحولت إلى برميات والبرميات تحولت إلى زواحف ومن الزواحف خرج الإنسان والشمبانزي و و و والحياة دي والجزء ده اتكلمنا عنه في الحلقتين اللي, اللي فات ففكره نظريه التطور آآ آآ وقلنا انها ما زالت نظريه لا يمكن ابدا اثباتها علميا والقول انها علميه وانها اثبتت علميا هو قول خاطئ لا يمكن ابدا اثباته علميا كويس فبالتالي الاعتراضات الخمسه دول هم الاساسيين اللي على اساسهم بيتم إنكار تاريخية آدم والإنسان آه الأول. هو طبعًا أنا شايفهم اعتراضات هشة جدًا ومش ما آه فيهاش حاجة وقفتني الحقيقة يعني مفيش اعتراض من الخمسة اللي حضرتك ذكرتهم آه شككني حتى أو خلاني اتهز لأنه إحنا قدام شخصية مهمة جدًا مش بالسهل كده اعتراضات زي دي سطحية آه قصصي وشعري آه الإسم معناه إيه؟ يعني حاجات برضو ما هياش تهد نظر شخص جينا منه يعني ما هي الفكرة بيتر إيه؟ الفكرة دايماً حتى في دراستنا الحاجات دايماً الفكر المسبق بيخليك تبص للكتاب نظرة مختلفة، يعني يعني أنا لو فكر المسبق هو إن الله الخالق، أنا باين للنص الكتابي آه. وبشوف إنه قد ايه عظمة الله في الخليقة لكن انا لو فكر المسبق هو انه انا مش مؤمن بالجزء ده الجزء ده انا ما اقدرش اقبله بالشكل ده ون. فبالتالي انا بنظر للكتاب المقدس بالنظرية دي بحاول اطلع منه آه طب ايه بقى الاعتراضات اللي ممكن الاقيها هنا في الجزء ده اللي بيها اقول ان انا رافض الجزء ده يعني فهي الفكرة كلها عن افتراضات مسبقة موجودة عند الناس وهتكلم عنها حتى فكره ان الارض عمرها ملايين السنين هي اساسا فكره فلسفيه نشات قبل الـ 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 الطرق لحساب عمر الحفريات او يعني هي فكره فلسفيه اساسا بدات من فتره سابقه جدا لكن هناك ردود خلينا ندخل على الردود هناك طبعا ردود واحنا اي اعتراض بيجي احنا برضو لابد ان احنا نكون عندنا الرد عليه ونقدر نرد عليه بطريقه اكاديميه كتابيه استخدام كلمه ادم لتشير الى البشريه كويس ممكن اقول اه الكلمه ادم في النص دون اللي هو تكوين واحد وعدد 26 الى 28 كلمه ادم ترجمت الى الانسان او البشريه كويس انما اذا اخذت القصه الكتابيه على بعض مش ممكن ابدا تطبق المبدا ده على بقيه الكتاب هقول ازاي يعني احنا بنرد على الاعتراض الاول بالظبط اللي هو آه. انه ادم هو آه يعني ليس كلمة اسم علم آه. كلمه ادم آه. ممكن ما تكونش اسم علم ممكن آه. كلمه ادم تشير الى الانسانيه احنا بنرد على الاول اعتراض بص لا اذا طبقت الجزء ده هيبقى نص كتابي مضحك يعني اذا طبقت المبدا ده على بقيه القصه الكتابيه يعني مش هتطلع مش هتطلع يعني قصه كتابيه تطلع يعني حاجه مضحكه يعني مثلا وجبل الرب الاله ادم ترابا جبل جبل الـ الـ ادم ترابا هنا ادم هل هو انسان ام هو الانسانيه حاجه ونفخ في انفه نسمه حياه نفخ في انفه نسمه حياه فصار ادم نفسا حيه طيب كلم هنا عن المفرد استخدام المفرد شخص. كويس هاجي الجزء تاني واخذ الرب الاله ادم ووضعه في جنه عدن هل الرب اخذ الانسانيه ووضعها في جنة عدن طيب وأوصى الرب الإله آدم هل الرب أوصل الإنسانية قائلا ده حاجة تانية وقال الله ليس جيدا أن يكون آدم ليس جيدا أن يكون الإنسانية وحدها فأصنع له معينا نظيره ما ينفعش وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية إلى آدم إلى آخر فأوقع الرب سباتا على آدم ما ينفعش تحط وجبل وسب وأوقع الرب سباتا على الإنسانية. فأخذ واحدا من أضلاعها أضلاعه وملأها لحما كويس وأتى بها وأحضرها إلى آدم لذلك يترك الرجل أباه وأمه التصق بامرأته ده التطبيق يقول الكتاب أيضا في أصحاح ثلاثة الرب لما آدم وحواء أخطأوا يقول الكتاب إيه فأتى الرب عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم هل اختبأت الإنسانية وقال الرب فنادى الرب الإله آدم وقال أين أنت كويس؟ فقال آدم المرأة التي جعلتها، مش الإنسانية اللي قالت المرأة التي جعلتها. وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك في أصحاح ثلاثة وأكلت من الشجرة، وبعدين في عدد 20 ودعا آدم اسم امرأته حواء وعدد أصحاح أربعة وعرف آدم حواء فحبلت وولدت قنين قايين، يعني هل عرفت البشرية حواء؟ فأنجبت قايين إلى آخره، أصحاح خمسة هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان على شبهه، الله عمله ذكرًا وأنثى خلقه وبركه ودعا اسمه آدم يوم خُلقا. يبقى بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن individual بيتكلم عن شخصية إذا أنت طبقت المبدأ دون وهو مت... يعني مبدأ بنراه في عدد واحد بس من ال... من الـ من سفر التكوين إذا طبقته على بقية القصة الكتابية أنت دمرت كل القصة الكتابية وأصبح لا سلام معنا فبالتالي المبدأ ده لا يستقيم الفكرة دي أنه آدم كلمة آدم تشير الإنسانية لا يستقيم كتابيا وعدد مرات ذكرها إثبات كافي إثبات كافي آه. إحنا نتكلم على كده بعد كده عن شهادة العهد القديم وشهادة العهد الجديد بس الفكرة أن الجزء ده نفسه ما ينفعش أن أنت تطبق المبدأ دون فبالتالي أول اعتراض انه ادم تعني الانسانيه ملهوش اثبتنا انه كتابيا اكثر اسم ذكر في الاصحاحات الاولى من سفر تكوين هو ادم بالظبط بشكل فردي ويشير الى شخص <applause> يعني يشير الى العهد القديم كله بيتكلم عنه على انه شخص آه طبعًا. وكمان العهد الجديد بيتكلم عنه على انه شخص وهنتكلم عن الجزئين دول باستفاضه شويه اوكي ندخل على الاعتراض الثاني حاضر الاعتراض الثاني انه فكره حيه تتكلم فكره طبعا ان الحيه بتتكلم هو يعني بما انه في حوار ما بين الحيه وما بين حواء فبالتالي ده مجازا ما نقدرش ناخده حرفيا ده الكلام اللي بيتقال كويس؟ وهي الفكره الاساسيه اللي وراه هي الفكره الاساسيه انه كل ما يتعارض انا مش بقول حتى ده يتعارض كل ما يعني ينظروا اليه على انه يتعارض مع المنطق البشري يرفض يعني انا يعني خلال دراستي في في العهد القديم انا ما فيش كتاب سوري يعني من كتب الليبرالز ما كان جزء من دراستي انا كان لازم اقراه والخصه واقدمه يعني ف يعني كل معظم التفاسير كل واحد بيقرا كنت اوقات اقرا وانا وانا قاعد اقرا كنت اضحك لانه لانه انا محتاج ايمان اصدق اللي انت بتقوله دون اكتر من الايمان ان ربنا عمل دي يعني حتى لما يجي عندي مثلا آآ 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 أي نعم مش موضوعنا لما نيجي نتكلم عنها وقت الخروج، لما مثلا عند الخروج يقول لك هو هو عايز يرفض فكرة إنه ربنا شق البحر والشعب عدى في البحر، فهو في نظره دي ده تدخل إلهي وده ليس تاريخ فإحنا ما ينفعش إن ده يكون تاريخ. فهو عايز بس عايز يجد حلول. فمن ضمن الحلول يقول لك المية كانت ضحلة فهم عدوا في مية ضحلة. يعني طيب يا ناصح لما هم عدوا في ميه ضحله ليه المصريين بس هم اللي غرقوا ما بيعرفوش يعوموا يعني في الميه الضحله الحاجه الثانيه واحد تاني قال لك لا لا اصل هو كانوا في 200 سفينه كويس 200 مركب موجودين ناحيه الشط وجاب من 200 ما يعني طبعا 2 مليون هيعدوا ازاي في 200 مركب والمركب ما بتزيدش فيها ذلك الوقت عن 13 14 شخص فازاي هيعدوا يعني انت عايز ايمان اكبر من الايمان ان ربنا يكون قال لي موسى مد عصاك على البحر وشقه علشان الشعب يعدي يعدي فيه انك تقبله، فهو فكره انه الحياة تتكلم مش قابلها، مع انه الكتاب مع انه الكتاب اذا انت رفضت المبدا دون آه. انا هاخدك الى طبعا فكره البلعام الى اخره، لكن انا عندي كمان في في متى تسعه. كويس؟ بنجد ان الشياطين هو الرب يسوع في 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 اخراجه للشياطين كانت الشياطين بتتكلم ولا ما كاناش بتتكلم؟ وكانت بتتكلم من خلال الانسان اللي هي ساكناه كويس هل في حد شك انه الحوار اللي دار ما بين مثلا لاجئون بعد والرب يسوع ده ده حوار مجازي ولا حوار حقيقي انا ما اعرفش الحقيقه في الحته يعني ممكن يعني, يعني, كمان يعني هو مجازي. طبعا هو هو حتى يعني معظم الليبرالز بيرفضوا انه اخراج الشياطين بيقول لك دي امراض نفسيه والناس كانت لانها ما تعرفش الامراض النفسيه فكانت بتقول انه دي بتنسبها إلى الارواح الشريرة، وجي الرب يسوع ما رضاش يغير مفاهيم الناس، فمشي على ثقافة ذلك العصر، و... وانتوا بتقولوا عنها شياطين، أوكي أنا خلاص برضو همشي معاكم، و... ومش هصدمكم، وهقول عنها برضو زي ما أنتم بتقولوا، ده ده ال... ده الفكر، أنا شايف شكلي بصدمك بس يعني بتفاجئ الحقيقة <applause> بتفاجئ. يقول الكتاب إيه؟ في 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 متى 9 وعدد 28 ولما جاء العبر الى كوره الجرجسيين استقبلوا مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا حتى لم يكن يقدر ان يجتاز من تلك الطريق واذ هما قد صرخ قائلين يبقى مين اللي صرخوا هنا؟ البشر اللي, اللي هما الشياطين بالضبط آه. ما لنا ولك يا يسوع ابن الله الارواح الشريره هي اللي, اللي بتتكلم اجئت الى هنا قبل الوقت اللي تعزبنا. كويس وكان بعيد الى اخر الجزء دوت يعني اللي اتكلم مين؟ الارواح الشريره طيب اذا كانت الارواح الشريره تستطيع ان تتكلم من خلال انسان سكناه الا يستطيع ابليس اللي هو الشيطان ان يتكلم من خلال حيه موجوده؟ يستطيع فبالتالي ما اقدرش اقول ان الجزء ده في حياه الرب بتقعد رمز ده حوار رمزي هو رمزي دار بينه وبين آه لاجئون لا مش حوار رمزي ده قصة حقيقية تاريخية حصلت في كورة الجدريين في زمان ومكان ومع أشخاص معينين وشهدها شهود عيان فبالتالي أنا برفض ليه إنه الحية تكون اتكلمت وأعتبرها جزء مجازي ليه على أي أساس؟ لأن أنا أساسًا رافض آدم فأنا بحاول أجد أسباب على أساسها أرفض تاريخية آدم فبجد في الجزء ده ممكن يبقى ليا مخرج واضحه الفكره واثبات قوي في في حدث في وجود الرب يسوع نفسه وفي حوار دار ما بينه وما بين الارواح الشريره من بالزبط. خلال الانسان ده بالظبط وعشان كده كلام الحياة مع حواء لا يتعارض مع كون القصه حقيقيه والاشخاص حقيقيين وتاريخيين لا يتعارض ابدا ما يجعلش القصه مجازيه نهائي يعني الاعتراض الثالث القصة خل... تحمل عبارات مجازية كثيرة واسلوب كتابتها هو الاسلوب الشعري وليس التاريخي جميل زي ما قلت انه المرة اللي فاتت اتكلمنا عن علماء يهود آه وعلماء لغة يعتبروا آه يعني آه قمة في المرجعية بنرجع ليهم انه الانكار دوان انكار تاريخية ادم مبني على اساس خطأ اللي هو ايه الاساس الخطا؟ انه تكوين من واحد وثلاثه ده مكتوب بالشعر. لا مش مكتوب بالشعر. ده مكتوب باسلوب قصص قصص كويس؟ ودي ده اسلوب كتابه التاريخ وقلنا انه التاريخ ممكن يتكتب بثلاث طرق، ممكن يتكتب بطريقه الدوكيومنتري او التوثيق، ممكن يتكتب بطريقه التوصيف انك بتوصفه، ممكن تكتبه بطريقه القصص لانه ده بيتناقلوا الاجيال لانه مم. الكتابه والورق والمكانش ده كله مم. فكانت دي الطريقه اللي بتنقل بيها الحدث التاريخي بتنقله عن طريق قصه فبالتالي لما جه يكتب عن الخلق كتبوا بطريقه القصه ان ربنا خلق وقلنا ان الفعل التام اللي مذكور في اول القصه بيجي بعدها في كل الافعال ناقصه لانه دي قصه لانه دي, دي كتاب التاريخ بهذا الشكل تمام ووجود حرف الواو الفاف باللغه العبريه يشير الى احداث متتابعه استخدم هذا الـ 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 الحرف الـ الواو دوان الفاف دوان استخدم في تكوين واحد الى ثلاثه اكثر من 100 مره مما يجعل ان تكوين واحد وثلاثه ليس شعرا قارن تكوين واحد وثلاثه بمزمور 119 مثلا امم كويس مش هتلاقي مقارنه ممكن تلاقي عباره في وسط القصه حد قالها شعريه لكن ليس القصه نفسها شعريه أوه. زي ما قلت انه ادم لما يقول اول اغنيه حب او اول قصيده حب هذه تدعى امراه لانها من امرئ اخذت الى آخره ده دي ده ده, 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 بي ده بي زي زي بيت شعر لكنه لم يجعل القصه شعريه او مجازيه لانه القصه نفسها قصه تاريخيه وحضرتك ذكرت الحلقه اللي فاتت في الجزئيه دي افتكر انه ده كان الاسلوب اللي وقتها اللي... بيوصل للناس بالظبط انه لما يجوا يشوفوا ابائهم كانت حياتهم ماشيه ازاي ويعني شكل مسرحي او شكل يعني فيلم انجاز التعبير حتى واحنا شكل بيقر... درامي اه درامي اه, آه. وده بيرسخ اكتر الحدث والقصه والاحداث جوانا بالظبط فده فبالتالي لا يلغي بالتالي انه... انت انت يعني انت بتقتل النص الكتابي انت بتشوه التاريخ لانك انت عندك فكرة مسبقة انت عايز تقبل التطور فتعمل ايه بس انت مش عايز تقبل التطور وتبقى غير مؤمن انت عايز تبقى مؤمن وعايز تقبل التطور فانت الجزء اللي بتضحي بيه مش النظرية مش النظرية اللي ما زالت نظرية لا انت بتضحي بالجزء الكتابي في مقابل النظريه ودي الخطوره عشان كده هنتكلم عن مخاطر الـ الـ الافكار دي ومخاطر انكار تاريخيه ادم بس احنا احنا في الردود في الردود الاعتراض الرابع اللي حضرتك ذكرته كان عن وجود تشابه بين قصتي الخلق والطوفان مع اساطير شعوب ما بين النهرين حضرتك ذكرت انه جعل البعض يرفض تاريخيه ادم وسقوط بسبب هذه النظريات كتابيا الكتاب بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان الرب وضع الابديه في قلوبهم، يعني ايه؟ يعني الانسان من ساعه لما اتخلق وجواه البصمه الالهيه، انه ربنا نفخ فيه نسمه حياه، والبصمه الالهيه دي، نسمه الحياه دي ليست هي الطفره التطوريه اللي بيدعيها البعض. ده ده آه. يعني آه انا ما اعرفش الفكر ده بيجي يعني جه منين او لأي او على اي اساس. انه ادم ده تمثال طيني والرب حصل له طفره تطوريه لكن الانسان لما اتخلق اتخلق بهذه البصمه الالهيه فمنذ ان وجد الانسان وهو بيبحث عن مين اللي اوجدني وهل في الله ولا فيش الله وفكرة الإلحاد مش موجودة في العالم القديم فكرة الإلحاد موجودة في العالم الحديث ليه؟ لإنه الإنسان من طبيعته جواه بحث عن الله. نتيجة الخطية هو عمل صور لله مختلفة غير حقيقية زي ما يقول عنها في رومية واحد إنه بدل ما يدركوا الله الخالق عبدوا المخلوقات. يعني ف لكن هو 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 عند الله سواء الشمس سواء تمثال سواء حيوان سواء يعني شجرة هو هو هو, هو عنده إله هو بيدور على في إله بيدور فوجود تشابه انه واحد خلق الانسان سواء موجوده في بابل او موجوده في مصر او موجوده في الثقافات الاخرى ده يؤكد ليا صحه القصه الكتابيه وان هي الصح وليس هم الصح كويس لانه لانه حتى علماء الاجتماع قلنا انه في كل دراساتنا لم نجد مجتمع بدون معبد ممكن نجد مجتمعات بدون مسارح، بدون وسائل ترفيهيه، بدون اشياء زي كده، لكن لم نجد مجتمعات بدون معبد وده دليل على انه كل البشر بيبحثوا عن الله بيبحثوا عن الله، وجود الطوفان في القصص الثانيه ده بيقول لي ايضا ان الطوفان قصه حقيقيه. ليه؟ لانه بعد الطوفان من نوح واولاده الثلاثه جاءت كل الشعوب وكل الالسنه فمع ابتعادهم عن الله بدا موجوده فكره الطوفان لكنه ينسبوها لمين بدا ينسبوها للالهه وليس للاله الحقيقي بالك فبالتالي يعني لك في نفس الوقت احنا عندنا تشابه كبير جدا جدا ما بين القصه الكتابيه وما بين القصص الاخرى يعني انا اتكلمت عن سبع اختلافات اساسيين في الحلقه اللي فاتت وفي اختلافات اخرى كثيره جدا تجعل القصه الكتابيه قصه فريده قصه مميزه قصه حقيقيه لانها اعلان مباشر من الله عن ما حدث في الخلف وفي هذه الفتره رائع الاعتراض الاخير الاعتراض الاخير, الأخير. طبعا خلص. هم بيقولوا لك ايه آآ آآ التطور التطور بيثبت انه الانسان اتى من آآ آآ الانسان اتى من الثدييات كويس طبعا انا مالي في الحلقه اه يعني اللي هو فكره انه الانسان خرج من من, من الثدييات وانه عمر الارض ملايين السنين كويس انا لما ارجع الى الى فكره عمر الارض يعني حتى لو قعدنا نعمل ابحاث عن بدء فكره انه عمر الارض ملايين السنين عمر الارض ملايين السنين لا يعود الى الابحاث العلميه والى اكتشافات الحفريات والكربون 14 والاشياء العلميه اللي استخدمت عشان يثبتوا ان عمر الارض عمر الارض من القرن ال18 وبعض الفلاسفه اللي كتبوا قالوا لك انه مجرد فلسفيا هو رفض انه يكون الارض عمرها صغير فقال لك فلسفيا هي العمر الارض ملايين السنين واول ناس قالت بالفكره دي اللي هم دياستكس او اثيستكس اللي هم مع القرن ال18 ودي دي دي الاقوال الفلاسفه مع مع وجود نظريه داروين صار هذه الاقوال اوريدي هي الاقوال التي تتردد في المجالات العلميه مع ان لسه ما اكتشفتش حتى كربون بروتين او اي مقاييس اخرى تقدر تقيس بيها عمر عمر الحفريه او عمر الهيكل العظمي او الحاجات دي كلها كويس فكره الملايين السنين فكره اساسا اتبنت على فلسفه وليس على علم لما نيجي كمان إلى كربون 14 مهما كان كربون 14 فكرة كربون 14 إنه الكل إنه الذرة فيها بتكون من نيوترون ونيتروجين ونيوترون وهيدروجين فأنت عندك التكوينة بتاعة الذرة أو الكائن الحي لما بيفقد لما بيموت وبيتحلل بيفقد نسبه من الكربون 14 اللي موجوده في فبيقدروا يقيسوا النسبه اللي فقدت على الوقت مع الوقت فلما يكون نص الحياه بيبقى عندك 5730 سنه اذا 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 فقدت معظم الحياه او اتحللت وخلاص انتهت وبقالها ما بقاش فيها الا قليل جدا من كربون 14 فانت بتبقى حوالي 11000 سنه وكسور فكربون 14 بعد 11000 سنه is نوت accurate ما بيقدرش يجيب الـ الـ التواريخ صح وعشان كده حتى يعني علماء التطور او المنادين بتطور قال لك انه الماسه كان عندهم ماسه قال لك الماسه دي عمرها ملايين السنين لانها خدت ملايين السنين علشان تتكون لما حللوها بكربون 14 كان عمرها حوالي 1000 سنه انها تكونت فبالتالي انا ما اقدرش أقول إنه 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 عمر الأرض ملايين سنين لا يوجد أبداً إثباتات حتى النهارده أكيوريت علمية تقول لي إنه عمر الأرض ملايين سنين دي كلها إدعاءات فلسفية نظرية موجودة من مع الديستكس ومع الإيثيستكس الموفمنت اللي بدأت من القرن ال 18. وفي نفس الوقت أنا عندي القصة الكتابة بتقول إنه ربنا خلق الإنسان على صورته. واضح. دي الردود اللي قدمتها حضرتك على الإعتراضات الخمسة. محتاجين براهين اجيب مثلا برا... اوكي عندنا براهين طبعا كتير آه. وانا هتكلم عن البراهين الكتابيه اكتر لانه ده اللي يهمني عن تاريخيه ادم عن تاريخيه ادم كتابيا اول مثلا اول برهان لتاريخيه ادم هو سلسله النسب ازاي تحط انسان غير تاريخي في سلسله نسب ما هو انت لو لو هو غير تاريخي يبقى انت بتفترض انه الغير اللي جه بعديه كمان غير تاريخي يعني مثلا سلاسل النسب تنسب كل سلاسل النسب والمواليد البشريه الى شخص ادم. كويس؟ لو رحنا الى تكوين خمسه وتكوين خمسه الميزه في تكوين خمسه هيقولك لك اصل تكوين خمسه ده مش يعني برضو الاشخاص اللي فيه دول مش مش حقيقيين دول مجازيين. تكوين خمسه بيقول لي انه كان عمره كام لما انجب وعاش كام سنه بعدما انجب يعني يعني انت بتتكلم عن تاريخ أنت مش بتتكلم على أشخاص مجازين، فأنت بتتكلم على آدم اللي هو أصل كل سلاسل النسب في الكتاب الأول، حتى أخبار الأيام الأول وأصحاح واحد، أخبار الأيام الأول وأصحاح واحد وثلاثة بيتكلم عن سلاسل النسب في الكتاب المقدس إن كل سلاسل النسب بترجع إلى آدم الذي هو شخصية تاريخية حقيقية. ومش بس في العهد القديم. خلينا نروح لجزء تاني إذا كان آدم شخصية غير تاريخية. يكون نسب المسيح بالتالي في الفصل الثالث من انجيل لوقا بلا قيمه آه. ليه لان لوقا بيرجع بنسب المسيح مش الى ابراهيم بيرجع بنسب المسيح الى ادم ما هو بناء على كلام حضرتك في بدايه الحلقه انه ادم تعني الانسانيه ممكن يبقى الرد انه هنا ذكر نسب المسيح من الانسانيه بدايته من الانسانيه ما هو الانسانيه دي جت منين الإنسانية دي جت من التطور ولا الإنسانية دي جت من إنسان؟ يعني 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 هل هل هل, هل الإنسانية دي تطورت الثدييات وصار منها إنس إنسانية؟ كويس؟ ولا ولا هي الإنسانية دي بدأت بإنسان ربنا خلقه على صورته وعلى شبهه في البر والقداسة وكائن عاقل وكائن متكلم وكائن مفكر وكائن مسؤول كويس ولا لا كويس فاحنا ف... شخص يعني يعني طبعا احنا في 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 البعض اللي فكره انكار ان يكون ادم الاول في مدرستين م. في المدرسه اللي بتنكر انه ادم يكون موجود نهائي كويس تاريخيا أوه. فادم مش موجود مش موجود كويس المدرسه المدرسه الثانيه المدرسه الثانيه المدرسة اللي بتقول انه آه ااا ناخد مكالمة اه طبعا ممكن ناخد مكالمة من حضرتك ما تنساش آه شو طيب فين فين آه معانا اتصال تليفوني ابو علي اتفضل قناة الحياة اولا مساء الخير مساء الخير يا بيتر مساء الخير يا دكتور مساء النور مساء اهلا وسهلا بيك. بيك انا بصراحة انا قاعد متمتع بالتعليم اللي موجود في في القناة مبسوط اهلا وسهلا بيك اتفضل حضرتك عندك اي ملحوظه او مداخله او سؤال بخصوص حلقه لا مش ملحوظه انا اصلا انا انا اصلا حبيت اشجعكم اولا على هذا آه. الموضوع طبعا معلش حبيبي يا صوتك حبيبي ابو علي ازيك <تصفح> ازيك يا ابو علي عامل ايه احنا احنا احنا, إحنا, إحنا بنسعد بمداخلاتك وبتشجيعك الدائم الله يخليك بالنسبه ل... بالنسبة, ل... بالنسبه للموضوع اولا يعني انا بصراحه بحب اقول انه الناس اللي تؤمن انه الانسان تطور من من لا شيء اصلا يعني برضو في قوه خارجيه تدخلت في الموضوع يعني هم بس يعني مش عارف انا ال... كيف يقبل عقل الانسان ان شيء يتطور بدون اي تدخل خارجي اه من واحد نمرة اثنين الكتاب المقدس هو الله ليس ضد التطور م. ولكن تطور ماذا بالضبط صح يعني الإنسان يتطور آه، كل ما الإنسان يتقدم يتعلم أكثر يتعلم من الماضي من ويتطور آه. إلى الأفضل آه. هذا تطور م... أعتقد أنه ممكن نسميه تطور الإنسان الذي خلقه الله فإذا هو تطور الله آه. آه. آه، ولكن آه، إنه إحنا نرفض نرفض تطور طبيعي بيحصل مع نمو البشريه وتعلم البشريه من اشياء إيه و... وانا اعتقد ان كل هذه الامور يعني تطور التطور اللي يعني هي بتقول الزاحف هذه بعدين الى الشمبانزي او القرد آه. وبعدين منها الى انسان في علامات سؤال يعني طب هو دي... ل... لماذا يوجد ما زال شمبانزيات آه وقرود على الان؟ لسه ما لماذا يت... لم يتطور الجميع؟ امم اسئله كثيره ولكن ب... بصراحه من لا يقبل من لا يقبل الحقيقه ان الله خلق الانسان وخلق الكون والله ليس ضد التطور اه اذا هو يؤمن يؤمن بان هناك قوه خارجيه ولكن يرفضها ولا يؤمن بها، بل يؤمن بها بل ولكن يرفضها آه. 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 يعني شيء غريب جدا ولكن انا متمتع جدا بما يقال ربنا يخليك سعداء بمداخله حضرتك يا ابو علي واكيد القسيس اشرف عنده طبعا تعليق انا بتفق على بتفق, بتفق, بتفق مع مع ابو علي انه انه اه في تطور بس م. التطور جوه النوع هو الحقيقه ذكر نقطه مهمه أه؟ قوي انا حتى كتبتها يعني فكره فعلا انا بفكر بنفس الطريقه م. اللي ابو علي اتكلم بيها في قوه خارجيه اه فعلا في قوه خ... مش 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 طبيعيه مش سهله أه فوق محدوديتي وفوق بشريتي آه اما ببص للكون ده كله لما ببص لحاجات كتير مخلوقات كتيره آه ليه ليه يعني النظر بس على العلم دون النظر لل للقوه دي ما عشان كده حتى النهارده مثلا اه ممكن الناس يقول لك احنا بنرفض ربنا اوكي آه طيب الكون ده مش في كائن ذكي اوجده يعني انتليجنت ديزاينر كده اوجد هذا الكون بالظبط آه سواء تسميه ايه يعني احنا بنسميه في الكتاب المقدس هو الله هو يهوه كويس هو الرب الذي قال فكان وامر فصار لكن لكن ما فيش حاجه بتوجد بالصدفه الصدفه لا تصنع صدفه لا تصنع شيء والصدفه ليس فيها قوه انها تصنع شيء وما فيش حاجه بتيجي من فراغ nothing makes nothing يعني ال, ال فيش حاجه بتيجي من من, من لا شيء فبالتالي فكره انه انه اه ال الانسان من اول ما ربنا خلقه وهو انسان ممكن الاقي انسان طويل انسان قصير ممكن الاقي انسان عينه حلوه ملونه عينه سودة ممكن الاقي انسان ازلح انسان بشعر الاقي يعني انسان يعني هو مازال انسان نفس التكوين، نفس, نفس التكوين نفس عدد العظام نفس نفس التكوين نفس الدي ان نفس كل حاجه يعني هو نفس الانسان ما اختلفش لكن انه انه كائن يصير كائن دي دي ما حصلتش م. كويس عشان كده حتى الكتاب لما اتكلم عن يقول كجنسه 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 آه. ان كل شيء كان م. ربنا بيصنعه كجنس مع الوقت بيتطور البيئه بتخلينا نتغير الانسان اللي عايش في الجو الحر غير الانسان اللي عايش في الجو البارد, البارد. طبعاً الاكل ف... الجينات كل الحاجات دي بتخليه في نوع من التطور م. في الانسان لكن هي فكره انك تنكر تاريخيه ادم هي النقطه عشان يعني كده بقول لك انه في انكار تاريخيه ادم في مدرستين المدرسه اللي بتنكر تاريخيه ادم نهائي انه ادم ده رمز ده يعني مش موجود كويس المدرسه الثانيه آه واحد اسمه دينيس اسكندر آه وهو ساينتست هو كتب كتاب آه 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 اعتقد انه آه آه نشر في اوكسفورد؟ يس، yes. في اوكسفورد كتاب تحت عنوان الخلق ام التطور؟ وهل علينا ان احنا نختار creation or evolution do we have to choose؟ كويس؟ هو عمل نظريه جديده ما هو رافض فكره انه يكون ادم شخصيه فقال لك ايه؟ ادم ليس ادم لا شخصيه تاريخيه بس ادم مش هو الانسان الاول كان في قبله يعني. آه الانسان الاول بدا من 200 الف سنة. قبل ادم. اه اللي هو خرج من الثدييات. آه. بس لم يكن متطورا يعني لم يصل الى بقى النضج والتطور يعني كان كان كائن بس يعني ما كانش متطور بالشكل دوت. لما وصل الى بعد بس آه آه يعني كان ده الف سنة. عند 50 الف سنة سابقا تطور الانسان وبقي قادر على الكلام والكوميونيكيشنز والتواصل والتفكير والمنطق والابداع كويس فالانسان دون عرف الله كان في كابل زوج من يعني من البشر من الكائنات دي عرفوا ربنا فدول صاروا هم اللي مخلوقين على على سوره الله اللي بيقولهم الكتاب انهم مخلوقين على سوره الله ولكنه ادم ليس هو اول البشريه الاول البشريه جت من 200 ألف سنة القبل دول آدم وحواء القبل دول هم آدم وحواء بس مش أول البشرية هم تطوروا من البشرية كويس هي الفكرة كلها إنك بتنكر تاريخية آدم أنت مش رافض الحق الكتابي مش كده بقول إنه لو قلنا إنه آدم غير تاريخي يبقى أنت في التالي بتطعن في سلسلة نسب الرب يسوع وبتقول إنه الأناجيل غير صادقة لأنها مؤسسة على خرافة أو على شخصية مجازية وهذا بيضع يعني بيضعنا في في مشكله. طيب أيوة. تسمح لي آه كلمة معنا معانا اتصال تليفوني. الو حلو. الو 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 مساء الخير مساء النور الصوت واطي شويه مين معايا اتشرف بحضرتك معاك سمير الحاج سمير سمير الحاج سمير الحاج من لبنان سمير اهلا وسهلا الحاج بحضرتك من لبنان اهلا بيك استاذ سمير اتفضل ازيك دكتور اشرف انا دائما بتابع البرنامج عندك اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل آه عندي بس فقط تساؤل يعني أي آه تفضل. لو سلمنا فرضا انه الانسان وجد يعني بصدفه صدفه تاريخيه م. طيب لا عم نفترض الصدفه بس على الانسان يعني كان مفروض كم المفروض كم صدفه حصلت لوجود كل المخلوقات الموجوده حاليا مم. على الارض بس هذا تساؤل انا عم بسال واحنا بنسال نفس التساؤل دون للاخوه اللي بيؤمنوا بالتطور جاوبوا على السؤال اللي بيطرحه الاخ سمير, سمير. يعني مالهوش اجابه يعني يعني آ... عندنا عندنا الاف المخلوقات وانواع انواع مخلوقات غير الحيوانات غير الطيور والاسماك غير وال... انواع الاشجار والازهار مم. مم. كل هذه المخلوقات عندها خصائص خاصه بالزبط. فيها كلها مخلوقات عندها خصائص خاصه فيها فكم صدفه حصلت في التاريخ بهالكون لخلق هذه المخلوقات كلها آه. على, عن... على حضرتك, عند حضرتك استفسار تاني وشكراً يا اخونا شكراً, شكرا ليك شكرا, بشكرك جدا خليك ربي يباركك اتفضل يا فبالتالي سلسله نسب الرب يسوع انت بتطعن فيها لو انت بترفض تاريخيه ادم شهاده الرب يسوع نفسه م. وانا دايما اقول انه المرجع اللي ممكن او خلينا اقول المسمار اللي بيوضع في نعش كل هذه الافكار هو كلمات الرب يسوع يا اما تجد لها معاني تاني بقى يعني يا اما تحاول تفسرها بمعاني تاني الرب يسوع قال ايه لما اتكلم عن الزواج آه. في 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 19 الرب يسوع رجع إلى آدم وحواء، رجع إلى سفر التكوين أصحاح 1 وعدد 27، وسفر التكوين أصحاح 2 وعدد 24، فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما، خلق مين؟ ذكرا وأنثى، هما مين دول ذكرا وأنثى؟ مذكورين بالاسم. كويس وقال من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحد اذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرق انسان اذا كان الله بيرجع الى حق يعني حقيقه الزواج بيرجع الى ادم وحواء الى ادم وحواء وبكده فهي شخصيه تاريخيه إنسانية. ادم لا تعني الانسانيه آه لانه بيتكلم يقول ليس اثنان ليس اثنين بل واحد يعني بيتكلم بالفرد وال, وال... وال... بالظبط يعني... فانت عندك مشكله حقيقيه في كلام الرب يسوع لو انت بتؤمن انه ادم شخصيه مجازيه مش كده ال... 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 خلينا اقول ايه الطامه الكبرى الطامه الكبرى ان هم حتى كلام الرب يسوع يقول لك اصل الرب يسوع كان بيتكلم بلغه وثقافه عصره ريلي really? بجد طب وما بعد عصره يعني الكلمة الذي صار جسدا م. الذي فيه كل ملء اللاهوت إنه المسيح إله كامل لم يقل ولو حتى واحد من 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 شعره من لاهوته عندما ترك مجده وأتى إلينا م. هو مازال هو هو أخلى نفسه آه أخذ صورة عبد آه لكنه مازال في كامل المعرفة كامل القدرة يعني إله حق من إله حق إزاي تقول إن هو بيجاري بيج... عصره. بيجامل عصره زي نقول الكلام ده على حين الرب كان حاسم في حاجات كتيرة وكان واضح جدا وقيل لكم أما أنا فأقول بزبط. لكم ودخل الهيكل ولغى طقوس بقالها كانت سنوات في الهيكل يعني كان ليه هيجي في النقطة دي؟ بالظبط ويقف عندها. آه. نيجي مثلا أعمال الرسل. بولس الرسول على أساس هو داخل أثينا وشاف المعابد الموجودة واحتدت روحه فيه وشاف المعبد المكتوب عليه للإله المجهول، هو حابب يكلم الناس دي، قال لهم إيه؟ قال لهم الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، يعني جابها منين بولس دي؟ جابها منين؟ م. جابها من العهد القديم، تكوين واحد واثنين هذا هو رب السماء والأرض لا يسكن فيه هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء وصنع من دم واحد دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض إلى آخر هذا الجزء يبقى من دم مين؟ مين الواحد ده؟ كان سديات وبعدين بقي آه إنسان ولا ربنا خلقه كإنسان واحد خلق إنسان واحد كامل عاقل وعلى أساس هذا هتيجي الدينونة لانه الجزء ده مرتبط بالدينونة عشان كده الله يأمر جميع الناس بأن يتوبوا إلى آخره الجزء ده مبني آه. عليه الدينونة إذا انت رفضت إنه الإنسان مجاش من آدم يبقى انت كانك برضو بترفض فكره الدينونه طيب عشان وقتنا بيجري ماشي عايزين. انا هسيب روميا هتكلم عن روميا 5 و 15 آه. والاجزاء دي في الجزء اللي جاي اه طيب, طيب آه. بسرعه ناخد آه قبل ما نخش الجزء اللي يهمني شخصيا آه. آه المخاط مخاطر انقار تاريخيه ادم في مخاطر أوكي. اكيد آه لرفضنا او هجومنا على هي طبعا فكره النظرية. فكره فكره انكار ادم تاريخيه ادم في فكره بتبدو للشباب على انها ايه يعني بتحل المشكله يعني احنا عندنا مشكله مع عمر الارض والى اخره ونظريه التطور والكتاب المقدس يعني بيقول كذا كذا فاحنا نحل المشكله ايه زي ما قلت ممكن نلغي تاريخيه ادم ممكن نقول انه الكتاب المقدس ده اساطير رمزيه ما لهاش معنى مستهين بالموضوع ده يعرف خطورته ايه بالظبط فانت لما تيجي عند عند انكار ادم سوري م. كار ادم في ثلاث امور خطيره جدا مرتبطه بيها تبعيات الابلكيشنز اللي التطبيقات اذا انكرت تاريخيه ادم اذا انكرت تاريخيه ادم انت لازم تقدم مفهوم عن الخطيه مختلف عن اللي بيقدمه كتاب مقدس اتكلم عن الجزء ده ولانه الخطيه مفهومها اتغير فانت لازم تغير مفهوم الخلاص ما انت لو غيرت مفهوم الخطيه يبقى تغير مفهوم ايه؟ الخلاص. وفي نفس الوقت تغير نظرتك عن المخلص. فانت عندك الخطيه، عقيده الخطيه في خطر، عقيده الخلاص في خطر، عقيده المسيح نفسه ومين هو؟ ايضا في خطر. هقولهم ازاي؟ اتفضل. الخطيه. لو جينا الى روميا خمسه، من اجل ذلك انما بانسان إن واحد دخلت الخطيه للعالم العالم وبالخطيه الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع. وهنا المقارنة هنا لما بيتكلم على إنه إنه بإنسان واحد دخلت الخطية العالم وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية لأن الحكم من واحد للدينونة لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر هذه المقارنة سواء في رومية خمسة أو في كورنثوس الأولى 11 وعن القيامة وعن آدم الأول وآدم الأخير هذه المقارنه جوهرها حاجتين كويس جوهرها اول حاجه مركزيتها المسيح وعمله اما يعني بحط المقارنه دي بين ادم الاول وادم الاخير جوهر هذه المقارنه هو يتكلم عن المسيح وعمله كويس هذا العمل الذي صنعه المسيح ياتي في قرينه تاريخيه ومقارنه بين شخصيتين تاريخيتين وهما ادم والمسيح ادم الاول وادم الاخير تمام مصداقية وتناغم تاريخ الفداء لأن احنا لو لغينا لو لغينا تاريخية آدم احنا دمرنا تاريخ الفداء اللي بدأ من آدم وإعلانات الله من خلال السقوط وفي وقت السقوط عن مجيء المسيح فالتناغم في تاريخ الفداء مبني على المقارنة ما بين آدم الأول وآدم الأخير هقولها مرتين خطية في فكر المنادين بانكار ادم الخطيه ليست هي خطيه ادم او الخطيه الاصليه خطيه مش خطيه ادم ولا الخطيه الاصليه الخطيه هي انه الجنس البشري كله خلينا احطها هنا عشان اجيبها الخطيه ال 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 الفكره بتاعتها كلها ان ادم كان يعني يعني البشريه دي شبهها بآدم يعني فكان ادم نموذج لسقوط البشريه او مثل لسقوط هو مش هو مش موجود لكن البشريه سقطت فازاي سقطت ازاي باي سبب سقطت ده وايه هي الخطيه الاصليه بتاعتهم كويس خطيه ادم تختلف عن خطيتي وخطيتك عشان كده الكتاب وضح وضح ووضح الحقيقه دي قال لنا ايه شوف واحد ده من اللاهوتيين الحلوين او قال ايه عندما اخطا ادم سقط من مكانه كونه انسانا صالحا وحسنا الى مكانه الشر ده ادم سقط من انه بريء في مكانه حلوه الى مكانه الشر لكني انا وانت وكل انسان نظيري ولدنا في حاله الخطيه احنا ما سقطناش في من حاله وحشه الى حاله من حاله كويسه الى حاله وحشه احنا ولدنا في الخطيه طب ليه ولدنا في الخطيه لأن احنا أولاد ادم. لأن احنا كنا في ادم عندما اخطا ادم. فاحنا سقطنا الجميع زغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، وعندما نخطئ نظهر ببساطة اننا خطاه، يعني انا وانت لما بنتصرف وحش احنا بنظهر الطبيعة الخاطئة اللي جوانا. كويس؟ لكن عندما نخطئ لا نصير خطاه. لا نصير خطاه بل ان احنا نظهر الخطية الساكنة فينا. ادم بقى عندما اخطا سقط وعشان كده الخطيه الاصليه مرتبطه بادم فانا اذا الغيت تاريخيه ادم انا الغيت الخطيه الاصليه و... ولغيت السقوط ان انا سقطت في ادم وليه الانسان بيولد وهو عنده الذنب والاحساس بالذنب كويس فانت دمرت عقيده الخطيه لمجرد ان انت رفضت انه ادم تاريخي الخلاص اذا تغير مفهوم الخطيه لابد ان يتغير مفهوم الخلاص ليه لانه الخلاص اللي عمله المسيح بموته على الصليب الموت المسيح ده بنسميه موت نيابي يعني ايه نيابي يعني زي ما كنا كلنا في ادم عصاه وسقطنا كويس المسيح مات نيابه عنا مات نيابه عن البشر مش كده لما بتؤمن بيه انت بتتغير تمام ناخد بسرعه المخلص المخلص يبقى ليه المسيح اتجسد لماذا التجسد اذا كان ال الخطيه مفهومه كده وانه مش هيبقى ممثل عن البشريه ومش هيبقى نائب عنها مش هيبقى الادم الاخير ليه تجسد ولماذا الميلاد العذراء ولماذا لم يولد من رجل عادي ليه كان لازم يجي من خارج الجنس البشري في ايه المشكله في الجنس البشري عشان يجي المسيح من خارج الجنس البشري وايه اللي ربط الجنس البشري بادم ادم الاخير ادم الاخير تمام كويس نوصل ف... لاخر يعني تساؤل في في الموضوع ده بسرعه عايزين نشوف ادم في فكر اللاهوت الليبرالي ما هو ادم في الفكر اللاهوت الليبرالي زي ما انا اتكلمت في تقدم العلم آه. في فكره زي ما قلت انه في في فكره كاليبارت و وإيميل برونر يعني ايميل برونر ده واحد من اللاهوتين قال لك من الافضل التخلي عن تاريخيه ادم كويس؟ ان الفهم الوجود المسيحيه ومن قبل اللاهوتي الارثوذكسيه الحديثه ينظر الى سقوط ادم على انه بمنزله نموذج لسقوط كل انسان في الخطيه وليس كحدث تاريخي. آه. يعني يعني البعض قال لك ايه؟ وأنا اقول لك هنا فضل. قال لك زي الابن الضال. مم. الابن الضال ده مثل ولا ولا تاريخ؟ مثل مثل، بس الرب يسوع قال انه عنه ايه؟ مثل مثل قال لك بقى آدم هو زي مثل كده. بس الأمثال في الكتاب واضحة، مثل. بالظبط. لكن في أحداث حقيقية حصلت. وعشان كده أنت 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 بتنزع النص التاريخي من تاريخيته، علشان تقول إنه لأ ده عامل زي الابن الضال، إحنا البشرية عاملين زي الابن الضال. أه إحنا عاملين زي الابن الضال. بس إحنا جينا منين؟ وليه ضلينا؟ توصف ده بإيه؟ اوصف دون عندي عباره اخيره كاتبها هنا فضل. معلش انا هصدم بيها البعض بس انا عش. اقول الحقيقه فضل. مسيحيه بدون تاريخيه ادم هي انجيل مخالف لانجيل المسيح انجيل اخر بعيد. لم يتكلم عنه المسيح هذا الانجيل الاخر آه. ها مصنوع على فكر البشر وليس على الحق الكتابي وعشان كده انكار تاريخيه ادم بيودينا الى انجيل اخر ليس انجيل المسيح احبائنا بترك معاكم اخر عباره انه مسيحيه بدون تاريخيه ادم هي مسيحيه جديده وانجيل اخر غير حقيقي واسيب معاك اخر ثلاث حاجات خطيره ذكرهم دكتور اشرف ليهم علاقه بتاريخيه ادم وبدونهم مفيش ادم ولو مفيش ادم مفيش دول لان هم متصلين ببعض ثلاث حاجات مهمين جدا الخطيه الخلاص المخلص ملتصقين بادم وبسبب ادم اشكركم على وقتكم واستماعكم اشكركم على تلفوناتكم آه، انتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم أمين. عبر الكتاب في موضوع هام ايضا وشيق ليكم ونافع ايضا اترككم في رعايه المسيح والرب معكم الى اللقاء آمين